انا اسمي اكثم هيثم بريك الحديد، معدل 99.9 الفرع العلمي. الحمد لله يعني سنه متعبه كانت، بس من جد وجد تعبنا ونفسيتنا تعبت وانهلكنا وبكينا وفرحنا، بس الحمد لله ربنا، الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقنا بهي النعمه. وكانت دراستي الحمد لله معتدله، كنت اطلع عادي يعني لابد منها اي شغله، والحمد لله رب العالمين، هذا بفضل ربنا الحمد لله. واشكر اهلي اللي ساندوني، اشكر مدرسه العصاد اللي دعمتني، واطموحي ان شاء الله طب يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله تحقق كحلم هذا.